اليوم فقت الصبح بكير وقلت يا نزير صار لازم تروح على المشتل مشان تشوف شو في انواع جديده. وطبعا مثل ما بتعرفوا انا ثروتي الصغيره كلها بتروح على الصباريات والعصاريات، ولكن النوع اللي ما كان عندي منه واللي لفت لي نظري واللي حبيته من اول نظره هو النوع اللي رح نحكي عنه بهذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم المهندس الزراعي نزير الشيخ خالد من قناة أفكار زراعية. والنبات اللي وقعت بحبه من أول نظرة وعجبني كتير، لهيك روحت ثروتي واشتريته من المشتل، هو نبات دمعة الطفل أو رجلة الصبار. قبل ما نبدأ بطرق العناية بهذا النبات وأيضا طرق تكاثر هذا النبات، بتمنى منكم تحطونا لايك للفيديو واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، مهم جدا مشان توصلكم فيديوهاتنا على شكل إشعارات. نحن قربنا نوصل لل 5000 إن شاء الله باليومين الجايات أو بعد 5 أيام رح نوصل لل 5000. نبات دمعة الطفل أو رجلة الصبار سمي بهذا الاسم لأنه بيتميز بأوراق رقيقة وناعمة بتشبه دمعة الطفل، وهو من النباتات سهلة الإكسار والجميلة جدا، ومن النباتات اللي حبيتها كتير. هذا النبات مثله مثل الصباريات والعصاريات، ما بعرف إذا عم تشوفوا قائمة التشغيل المسمات عندنا بالقناة، الصباريات والعصاريات حكينا فيها عن عدة أنواع صباري وعصاري، واليوم رح نحكي عن هذا النبات. هذا النبات بيتشابه بظروف الرعاية مع العصاريات أو الصباريات اللي تكلمنا عنه. هذا النبات ما بيحب المي كتير، وخصوصا فصل الشتاء بيتحمل جفاف التربة. وأيضا هذا النبات بيتميز عن الصباريات اللي إلى شوك أنه بيحتاج إلى إضاءة الشمس، لكن دون إضاءة شمس مباشرة، يعني إحنا بنحطه بمكان مثل هذا المكان بيوصلوا ضوء لكن ما بيوصلوا أشعة شمس مباشرة، لأنه أشعة الشمس المباشرة ممكن تأثر على أوراق النبات وتجعلها صفراء أو شاحبة. طبعا هذا النبات ممكن نستخدمه بشكل معلق بالبلكون أو بالحديقة، ممكن أيضا نستخدمه بقصص عادية، ممكن نعمل منه بونساي. البونساي هي عبارة عن شجرة مقزمة ممكن أن تحمل ثمار بالأشجار، وممكن أن تكون مثل نبات زيني إذا عملنا من هذا النبات بونساي. طبعا إذا تكون تفاصيل أكثر عن البونساي وكيف نعمل بونساي بتمنى تحطوا لي بالتعليقات مشان نعمل لكم فيديو مخصص عن البونساي. وهلأ بنرجع لهذا النبات. مثل ما قلت لكم أنا هذا النبات حبيته كتير، ولأنه من الحب ما قتل رح أعمل له حلاقة مجانية ورح أزرع منه قدامكم عدة قصص ابتداء من هذا النبات. أول خطوة بإكسار هذا النبات مثل ما عودناكم أنه نحن ناخذ العقل من هذا النبات. نحن بنحاول ناخذ العقل الزائدة عن حاجة النبات مشان أولا ما ننزع منظر النبات، مشان يضل النبات عبي من جوا. ناخذ العقل الطرفية اللي صايرة على طرف القصيص، مثل ما انكم ملاحظين معي اخذت عدة عقل من هذا النبات. طيب الخطوة الثانية لزراعة هذا النبات بعد ما اخذت هاي العقل، بقوم بازالة الاوراق السفلية مشان ما تصير تحت التراب، واذا صارت تحت التراب رح تتعفن. لاحظوا معي كيف نظفت العقلة. طبعا بجهز عدة عقل مشان ازرع هاي القصص اللي شايفينها قدامكم كلها. هاي العقلة الثانية والعقلة الثالثة بنفس الطريقة. وهلا رح اعملكم تسريع للفيديو مشان ما اطولوا عليكم. وهلأ بعد ما حصلت على العقل المطلوبة من النبات اللي قلنا طوله ما بين 5 سنتيمتر لـ10 سنتيمتر، رح نقوم بغرس هاي العقل أمامكم. طبعا أنا هون عندي تراب عادي مبلول، بحط بكل قصيص صغير عقلتين إلى 3 عقل حسب الرغبة أو كيف أنتوا حابين يطلع عنكم الشكل. أنا عم حط عقلتين مبدئيا بكل قصيص. طبعا مثل ما قلنا موضوع السقاية مهم جدا، ووضحنا هذا الشيء بفيديو سابق عن حماية النباتات من البرد، ما بعرف إذا شفتوه، إذا لسه ما شفتوه بتمنى أنكم تشوفوا الفيديو لأنه رح يفيدكم كتير.
ونوهنا على موضوع أن الصباريات والعصاريات في فصل الشتاء ما بتحتاج كتير لسقاية أو رطوبة، لأنه ممكن تتأثر بالبرد بشدة أكبر من النباتات التانية. لاحظوا أني حصلت على عدة نباتات جميلة من النبات الأم بدون ما ضرب منظره. لاحظوا أنه ما تركت أي فراغات بالداخل، بس أخذت العقل الطرفية. لاحظوا أني حصلت على هاي الكمية من النباتات ابتداء من نبات واحد. هذا النبات سعره تقريبا 2 دولار، يعني حوالي 7000 سوري. حصلت منه على هاي النباتات اللي عم تنباع بالمشتل بحوالي نص دولار. طبعا أنا فيني لسه أخذ كتير عقل من هذا النبات إذا بتحبوا تكاثروا بكميات كبيرة، بس أنا حاليا أخذت هاي العقل لأنه هذا الموعد غير مناسب بشكل كبير لزراعته. طيب ممكن أن تنجح العقل وبتنجح بنسبة أكثر من 50%، لكن الموعد المثالي لزراعة هاي العقل هو فصل الربيع أو فصل الصيف. وإن شاء الله بعد 3 أسابيع رح فرجيكم نتائج زراعة هاي العقل وتجذير هاي العقل، لأنها بتحتاج لمدة 3 أسابيع بالشتاء وأسبوعين بالصيف أو الربيع. إذا تعرفنا على نبات رجلة الصبار أو دمعة الطفل وكاسرناه بالطريقة الصحيحة وبالمثالية أمامكم. بتمنى إذا عندكم أي سؤال عن هذا النبات أو أي نباتات أخرى أنه تتركونا إياه بالتعليقات. لا تنسونا من اللايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. بعرف عم ألح عليكم، ولكن نحن بالنهاية قناة مفيدة، وبتمنى أنه توصل فيديوهاتنا لعدد أشخاص وعدد كبير من الأشخاص لحتى يستفيدوا من معلوماتنا. كان معكم المهندس الزراعي نزير الشيخ خالد من قناة أفكار زراعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.